السلام الله عليكم أحبتي. وفي هذا الفيديو طبعا سوف نقوم بحل 3 quadratic equations، واللي هي طبعا راح تؤدي بنا إلى trinomials. هذا ما خططت له مسبقا. عندنا هذه المسألة الأولى 2x-1 equals x squared، وأتمنى إنه ما يجي ببال الطالب إنه to apply يعني square root for both sides. هذا الشيء راح يعقد الأمور ولن يجعلها أسهل بأي شكل من الأشكال، ولكن سأفكر إنه نخلي هاي تصير زيرو، فراح أقوم بنقل هاي المخلوقات اللي موجودة عندي هون باتجاه x squared. أنا دائما بحب أنقل الأصغر باتجاه الأكبر، طبعا بصير تنقل x squared ما في مشكلة، لكن راح ننقل وأيضا سنراعي ما يسمى بالستاندرد فورم. فراح يكون عندي هون كما ترى x squared then minus 2x بسبب الشيفتنج then plus 1 equals 0، وهو جاهز يا أصدقائي. leading coefficient كما ترى هنا 1، والأمور جميلة. سنبدأ الآن في الفاكتوريزيشن equals 0 then x and x، وكما اتفقنا مسبقا ما هو موجود هنا سيكون هنا، الإشارة لن تتغير، minus then نضرب الماينس في هذه البلس اللي موجودة هون، وطبعا رح تعطيني ماينس كما ترى، ولأنه الآن الإشارات الموجودة في هذه الأقواس متشابهة، وبحب أكد أنه أقصد هذه الإشارة وهذه الإشارة، فنحن بلا شك نفكر بأنه البرودكت يكون 1، وهنا نفكر بالصم ولا نفكر بالدفرنس، نفكر how to add not to subtract equals 2، وبأكد أنه 1 كناية بهذه الواحد اللي موجودة هون اللي هو الفري تيرم، والتو هي هذا العدد اللي موجود اللي بنسميه linear coefficient أو إن شئت الأبسولوت فاليو للlinear coefficient. فبنفكر بعددين بحيث أن يكون ضربهم 1 وجمعهم 2، وهذا بديهي جدا، 1 و1. طبعا كما ترى الأقواس عندي متكررة، لذلك سأكتفي بأني أقول أنه x minus 1 equals 0 and if we shift 1 we have one single solution اللي هو 1. انتهت هذه. أما فيما يتعلق بهذه المسألة اللي موجودة هون، فأيضا راح نعملها equal 0، وذلك من خلال أني أنقل هاي الماينس 1 from right to left hand، so راح يصير عندي 39 plus 1 so it will be 40، so we have 2 x squared plus 18x plus 40 بسبب نقل الماينس 1 للليفت هاند equal 0. And كما ترى انه في عندي leading coefficient هو مختلف عن الواحد، لا يساوي 1. وايضا بامكاننا هنا انه نقسم كل الحدود على 2، لانه في عندي هنا 40 ديفيزبل باي 2، 18 ديفيزبل باي 2، و 0 ديفيزبل باي 2، وفورتشنتلي انه 0 ايضا ديفيزبل باي 2، فراح نقسم كل حد باي 2 بهذا الشكل. 0 اوفر 2 طبعا هذا اوبفيس، بامكانك حتى ما تكتب انه هنا اوفر 2، اتس فاين، ولو كتبتها ما في مشكلة أيضا. ف it will be x squared then plus 9x then plus 20 equals 0. راح نجهز الأقواس. لاحظ الفاكتورايزيشن مهم جدا. أنا بعرف أنه كثير من الطلاب يعني معتادين على حل مثل هذا المسائل باستخدام الكالكوليتر، وأنا بنظر الشخصي أنه هذا شيء خطير إلى حد ما، لأنه في جزء من الامتحانات اللي بتعرض لها الطالب ما بيكون فيها كالكوليترز، فهذا هو الأساس أنه نتعلم نشتغل منتلي بدون كالكوليتر. سو رح نبدأ X then X، وبالنسبة للساينز هاي الساين رح تنزل هون كما هي، it will be هون plus، ثم رح نضرب هاي الساين بهاي الساين فرح تعطيني plus again،
هاي الطريقة بصراحة سهلة. إذن كما تراقب وترى معي هنا فإن هذه الإشارة وهذه الإشارة متشابهتين، فلذلك راح نفكر بأنه البرودكت يكون 20 وأنه الصم وليس الدفرنس يكون 9. 20 بسبب هاي الـ 20 اللي هون و9 بسبب الـ 9 اللي موجودة مع linear term. وهذه الأعداد هي طبعا 5 و4. موضوع سهل 5 and 4. الأكبر دائما نكتبه بالبداية، وبكرر هذا لا يؤثر أحيانا ولكنه أحيانا أخرى له تأثير، فمن باب السلام نكتب العدد الأكبر في البداية، نكتب العدد الأكبر في البداية اللي هو 5 بهذه الحالة. بالنسبة للزيروس طبعا بإمكانك أنك تنقل تغير الإشارات دايركت، يعني بدون ما تكتب هاي الخطوة اللي هي x plus 5 equals 0 وتنقل 5، بإمكانك أنك تستغني عن هاي الخطوة خلص مباشرة نغير الإشارة، يعني x equals plus 5 يعني it will be minus 5 plus 4 it will be minus 4، وبهذا بإمكاننا الاستغناء عن هاي مثل هاي الخطوة اللي موجودة في السؤال السابق. المسألة الأخيرة هنا عندي بهذا الفيديو هي x squared equals 20 minus 8x، وأنا يعني من تجربتي بالتعليم بشوف أنهم الطلاب بتحمس لما بشوف x squared وفي أشياء تانية على على الرايت هاند أنه we can apply square root. وهنا يا رعاك الله أقول بأن هذا لا يخدم الحل، سيجعل الأمور أكثر تعقيد، ولكن البديل أنه أخليها equal 0، وذلك من خلال أنه ننقل هذا الـ 20 وننقل الـ minus 8x للليفت هاند. طبعا لما ننقل الراعي الترتيب، يعني لا تنقل الـ 20 بالبداية، بداية ننقل minus 8x then 20، فبتطلع مرتبة ما في حاجة لإعادة الترتيب. so x squared بقيت هون then plus 8x هون then minus 20 equals 0، وهو جاهز الليدنج كوفيشنت كما ترى اللي مع x squared 1، والأمور جميلة والحياة سهلة. then it will be x plus بسبب هذه البلس اللي موجودة هون بننزلها نفسها، then we will multiply plus by minus it will be x minus. بالنسبة لعقدة الإشارات اللي أيضا الطلاب بيعانوا منها حلت من جذورها، ما في داعي توه أو تضيع وانت ماينس بلس بلس، القانون جدا بسيط. الآن يا أصدقاء وكما تروا فإن هذه الساين وأن هذه الساين غير متشابهات، فنحن نفكر الآن في برودكت، وعلى عكس الأسئلة السابقة سنفكر هنا بالديفرنس. ديفرنس سبب أن الإشارات مختلفة، بالمثالين السابقين كانت الإشارات متشابهة، ونريد للبرودكت أن يكون 20 وما بنفكر بالإشارة، والصم أن يكون سوري الديفرنس أن يكون 8 20 بسبب هاي اللي هون، و بطبيعة الحال 8 بسبب linear coefficient. هنا يا أصدقاء بنفكر بهذول العددين اللي هم طبعا 10 و 2، والعدد الأكبر بأكد دائما في البداية 10، والعدد الأصغر في القوس الثاني. ومن هنا نستنتج بأن الزيرو الأول أو السوليوشن الأول هو minus 1 سوري minus 10، في حين أن السوليوشن الثاني هو 2. أحبتي شكرا لكم.